السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله اليوم نبدأ في أول محاضرات كنترول سيستم أول محاضرة هي زي ما حكينا حنبدأ في شابتر واحد وشابتر واحد بيحكي عن introduction يعني عندنا هنا لكتشر 1 هي introduction مقدمة في الكنترول سيستم نشوف مع تعريف تبعات الكنترول والأشياء اللي حنستخدمها إن شاء الله في المساق هون عندنا في عندنا خمس نقاط بدنا نحاول نجاوب عليها أول نقطة اللي هي أو أول سؤال What is control system؟ بعدين بيجي إحنا هون عنا السؤال الثاني Why control system are important؟ uh, ثلاثة What are the basic components of control system؟ uh, أربعة Some examples of control system applications uh, خمسة Why feedback is incorporated into most control systems؟ وآخر شيء أنواع أو types of control system نيجي للسؤال أول يعني شو الـ control system what is control system التعريف تبعه control system is considered to be any system which exists for the purpose of regulating or controlling the flow of energy information money or other quantity in some desired fashion الـ <coughs> ال definition هون التعريف بيحكينا الـ control system يعتبر اي نظام موجود اكزيست موجود عندنا الهدف منه يعدل او يحسن يتحكم الفلو تدفق الطاقة المعلومات الفلوس او اي نوع من انواع اللي هو تدفق للسيستم الموجود عندنا احنا طبعا زي ما حكينا الكنترول سيستم مش لازم يكون عندنا في الالكتريكال انجينيرنج او في الـ يكون في أي شيء يكون في البنوك يكون في المدارس يكون في الشبكات الإنترنت يكون في الانفورميشنز äh ال ال <صفيق> <re SDK> أو أي شغلة إحنا موجود عندنا السيستم بدنا نعمل له كنترول نتحكم فيه عشان نحصل على أحسن نتيجة بنكمل طبعا شو الكنترول سيستم وات إز كنترول سيستم ان انتركونكشن اوف كومبوننت متوصلات مع بعض forming a system configuration that will provide a desired system response uh, the study of control provides us with a process for analyzing analysis analysis and understanding the behavior of a system given some input يعني السيستم عندنا موجود الـ Input احنا عندنا هون بدنا نفهم كيف التعامل مع الـ System او التحكم في الـ System. It also introduces methods, طرق، for achieving the desired system response. اذا عندنا احنا هنا a system is a device, اذا System هذا is a device or a process that takes a given input, a device or process take a desired input and produce some output and produce some output إذا عندنا هاي هو system or control system بياخد الـ input وبعطينا output للـ system. example الـ DC motor يعتبر system takes as input a voltage الـ input تبع الـ DC motor اللي هو الـ voltage التيار الكهربائي and produce an output rotary motion إذا الـ input تاع DC motor اللي هو electric الكهرباء والاوت بوت تبعه الحركه تبعت الروتري تبعت الموشن اللي هي ميكانيكال او كيميكال بلانت مصنع كيميائي تيكس ان را كيميكال بياخذ ماتيريال خام كيميكال خام اند برديوس ريكويرد كيميكال برودكتس بياخذ الكيميكال خام هنا الرا وبحولها لانواع كثيره موجودة عندنا هذا بيعتبر اللي هو سيستم بدنا نتحكم فيه نكون احنا عندنا طبعا هنا why control system are important ليش ال control system مهم الأنظمة التحكم مهمة In recent years, في السنوات الأخيرة، نعم يعني نقول إحنا طبعاً في السنوات الأخيرة، يعني في قبل أربعين خمسين سنة، control system have assumed an increasingly important role in the development and advancement of modern civilization and technology. بلعب دور مهم في الحياة تبعتنا في التكنولوجيا. Practically every aspect of our day to day activity is affected by some type of control system. يعني كل يوم احنا بنتعامل مع control system في الحياه تبعتنا موجوده اذا كان ماشيين احنا في الشارع اشارات المرور هذه تعتبر control system. آه، لما نيجي ندخل في البنوك فيها control system، في الجامعه فيها control system، لما نيجي نسجل المساق برضه في control system. ااا آه لما نيجي برضه ناخذ الامتحانات وفي المساقات وهذا هذا برضه فيها كنترول سيستم اذا الكنترول سيستم موجود عندنا في حياتنا كل يوم موجود. كنترول سيستمز are found in abundance في شغلات كثير abundance يعني اشياء كثيره in all sectors of industry such as quality control of manufacture في الكواليتي كنترول تبعت المصانع products اوتوماتيك اسمبلي لاين في مناطق التجميع اوتوماتيكيه ماشين تول كنترول في السبيس تكنولوجي اند وابن سيستم هذه برضه مهمه كمبيوتر كنترول ترانسبورتيشن سيستم زي ما حكينا عم بقى في transportation سيستم في الخطارات وفي الشوارع الموجود عندنا التحكم في الاشارات المرور الموجودة عندنا في الباور سيستم خطوط النقل برضه في الروبوتكس مهمه من انا نوع من انواع اللي هو الكنترول سيستم في المايكرو الكترو ميكانيكال سيستم في النانو تكنولوجي اند ماني اذر ابلكيشنز نيجي احنا للبيسك كومبوننت اوف كنترول سيستم لما نحكي دائما دائما البيسك يعني ما نجزئها ممكن نضيف عليه اه بس البيسك كومبوننت يعني اقل شغله موجوده عندنا عشان يكون عندنا في كنترول سيستم اوبجيكتيف اوف كنترول هذا واحد كنترول سيستم كومبوننت اثنين وريزلت اور اوتبوت بوت يعني عندنا انبوت عندنا اوت بوت وفي عندنا الكنترول كومبوننت هذا البيسك طبعا ممكن يكون عندنا في اشياء ثانيه بس احنا عشان, عشان يكون عندنا السيستم اللي هو كمبونت للكنترول سيستم لازم محتاجين واحد اثنين ثلاثه اللي هي عباره بترخصها بالبلوك داياجرام هذا اللي هو الكنترول سيستم كومبوننت وهذا الاوبجيكتيف اللي هي الانبوت وهي الريزالت اللي هي الاوت بوت هذا البيسك زي ما حكينا ممكن نضيف, عليها أنا ممكن نضيف عليه هنا كنترولر ممكن نضيف عليه فيدباك ممكن نضيف اشياء ثانيه موجوده عندنا نحن بس طبعا عشان نكون احنا عندنا السيستم كنترول سيستم هذا المينيموم واحد اثنين ثلاثة نيجي للسؤال الرابع والرابع اللي حكينا عنه اللي هو بدنا ناخذ اكزامبلز of control system application في عندنا اكزامبل كثير طبعا موجود عندنا هي potential application of كنترول of this system may benefit the following areas in machine tool improve precision and increase productivity by controlling chatter flexible robotics قلنا for robotics enable faster motion with greater accuracy for photo light photolithography enable the manufacture of smaller micro electronic circuit by controlling vibration and the photo light graphic circuit printed process في البيوميكانيكال والبيوميديكال في Process كنترول هذا Process كنترول في في البترول والمصانع الكيماويه الكيميكال هون بدنا ناخذ اكزامبل بسيط احنا كيف الكنترول سيستم هي ستيرل كنترول of ان اوتوموبيل يعني كيف بدنا نحرك المقود بتاع السياره الستيرنج اللي هو العجله التحكم في السياره المقود نعمل كنترول للسياره as a simple example of control system consider the steering control of an automobile اذا عندنا the direction of the two front wheel العجلتين قدام can be regarded as the control variable اذا عندنا احنا الانبوت تبعنا بقول لك هي control variable or the output why the direction of the steering wheel is the actuating signal or the input يعني عندنا احنا هون السيستم بيحكي لنا طبعا السياره اللي هي الكومبونه تبعت السيستم عن ايش احنا بدنا الاوتبوت تبعنا بدنا تحريك العجلات للشمال او لليمين او لقدام هذا الاوتبوت ايش عندنا الانبوت اللي ايدينا بنحطها على المقود وبنحركها لما بنحرك هذا الانبوت لما ممكن نحرك على اليمين السياره بتروح لليمين لو حركناها المقود على الشمال السياره بتروح على الشمال لو ضلينا قدام الفرونت حضنا ماشي اذا عندنا في عندنا input وفي عندنا اللي هي component وفي عندنا اللي هو الاوتبوت طبعا the control system or process in this case is composed of the steering mechanism موجود هنا and the dynamic of the entire automobile however if the objective is to control the speed of an automobile then the amount of the pressure exerted on the accelerator is the actuating signal and the vehicle speed is the control variable بيحكي لنا هون في another شيء ثاني احنا في الاولاني هون كنا بدنا احنا اتجاه السياره هون بقول لك لا ممكن بدنا السرعه تبعت السياره السيستم طبعا السرعه بدنا نزيد السرعه الانبوت ايش عندنا الانبوت لما نحط رجلنا على دعاسة البنزين هذا الانبوت وش الاوتبوت اللي هي السرعة اللي بتمشي بها السيارة يعني السيستم تبعنا يمكن يكون سنجل انبوت سنجل اوتبوت يعني عندنا بس انبوت واحد واوتبوت واحد يمكن او يكون عندنا مالتي انبوت اند مالتي اوتبوت في الحاله هاي في السياره عندنا السيستم هو المالتي انبوت ايش عندنا احنا الانبوت الاولاني ايدينا على المقبض السياره هذا انبوت ورجلنا على دعاسة البنزين هذا كمان انبوت صار عندنا تو انبوت ايش الاوتبوت اتجاه السياره هذا اوتبوت وسرعه السياره كمان هذا اوتبوت اذا هذا في الحاله هاي بنسمي السيستم مالتي انبوت مالتي اوتبوت زي ما حكيت احنا ممكن يكون السيستم عندنا سنجل بس انبوت وسنجل اوتبوت او مالتي اكثر من انبوت واكثر من اوتبوت ممكن يكون اثنين انبوت او ثلاثه او اربعه والاوتبوت نفس الشيء طبعا زي ما قلنا اكزامبل في كنترول ابلكيشن هذا بدخل فيها في سبيس application هاي في الـ aircraft في missile guidance and control في الـ space vehicle instruction هذا كله بيدخل في ال control system في satellites في الطيارات أنا في تحت control system بيدخل في الحياة هذه كلها another example للكنترول control system موجود في الكتاب application هي sun tracking control of solar arrays هذا عندنا يعني إحنا في غزة الحين في كتير بيستخدموا اللي هو الخلايا الشمسية و... عشان تولدوا منها طاقة بيحكي لنا السن يعني ايش سن تراكنج؟ يعني عندنا الخليه الشمسيه احيانا ايش بتكون؟ عندنا احنا بتكون ثابته واحيانا بتكون بتتحرك حسب اتجاه الشمس لو بدي تتحرك حسب اتجاه الشمس عشان نقدر نحصل على اكثر اشعه من الشمس عشان تعطينا كهرباء اكثر هي بنسميها سن تراكنج يعني مطرح ما تروح الشمس الخليه الشمسيه بتلحقها عن طريق سنسورز موجود في مواتير موجوده عندنا يعني هذا طبعا تقريبا فكرة عن السيستم الموجود هذا اللي هو اللود موجود عندنا هذا السبيد ريديوسر هذا الموتور اللي بحرك ال الخلايا الشمسية هذه الخلايا الشمسية اللي بحركها وهذا الكنترولر اللي بتحكم وهذه اللي هي السنسور الموجود عندنا بشوفون الشمس هذه الفكرة طبعا تلخيص عن اللي هو الكنترول سيستم هل طبعا حندرسه في المساق هذا بإذن الله تعالى نيجي احنا للسؤال المهم بيحكي لنا why feedback is incorporated into most control system. بيحكي لنا ليش عندنا احنا نيجي بناخذ فيدباك بنحطه في للمعضل معظم السيستم بكون فيه فيدباك. طبعا عشان نيجي نجاوب على السؤال هذا خلينا نيجي احنا هون الجواب بيحكي لنا control system can be classified as نوعين. open loop system ما فيش فيدباك، non-feedback non system هذا بسميه open loop system. في عندنا closed loop system في feedback system. هذا السؤال بيسالنا هنا why feedback؟ يعني closed loop هاي ليش احنا نحط فيدباك ونخلي السيستم تبعنا closed loop؟ نيجي نش... نشرح للـ open loop control system هي ما فيش فيدباك. The element of an open loop control system can be usually divided into two parts. The controller هذا ال موجود عندنا and the control process هذا ال control process هذا اللي بدنا نتحكم فيه as shown by the block diagram موجود عندنا. هذا بنسميه اوبن لوب ما فيش عندنا فيدباك شايفين ما فيش فيدباك ما فيش علاقه بين الانبوت والاوتبوت يعني هنا ايش بنحصل عليها الأوتبوت ما بنعرفش ايش بصير في عندنا في الانبوت أنا ما بنعرفش بيها هذا اللي هو الكنترول كنترولر احنا بدنا نعمل له ديزاين وهذا البلانت السيستم تبعنا طبعا الاكتويتر اتفقنا هو الموتور وهي اللي هي البروسيس وبعدين بنحكي عن الـ disturbance هذا اللي هو الـ open لوب سيستم اذا a system in which the output has no effect on the control action is known as open loop control system بيحكي لنا هنا ال output تبعنا has no effect on the control action is known as open loop system for a given input the system produces a certain output if there are any disturbances the output changes and there is no adjustment of the input to bring back the output to the original value بحكي لنا في حالة هاي نرجع مرة ثانية هنا للبلوك دايجرامز الموجودة عندنا احنا هون بحكي لنا عندنا احنا هنا لو الريفرنس تبعنا فور اكزامبل بدنا احنا نقول عندنا في مكيف هواء مكيف هواء بكون اوبن لوب مش كلوز لوب بين درجة حرارة الغرفة تكون 20 بنحط هانا طبعا بدنا اياها تكون 20 بنشغل السيستم الكنترول لو صار في عندنا ديستيربنس هنا نعرفش هذه درجة الحرارة وصلت 20 30 بضلوا شغال لأنه ما في علاقة بين الأوتبوت والانبوت موجود عندنا احنا هون هذه في حاله الاوبن لوب عندنا اكزامبل للاوبن لوب سيستم عندنا بسيطه هذه هي الـ Toaster اللي هي بتحمص الخبز the control output is resulting toast system does not reject changes in component characteristics في الحاله هاي احنا بنحط تايمر هنا وعشان نسخن الخبز الموجود ممكن طبعا تنحرق الخبزه يمكن تطلع كويسه يمكن تطلعش كويسه مالوش دعوه السيستم هذا بسميه اوبن لوب نيجي للكلوز لوب اللي هو ايش طبعا هي كلوز لوب كنترول سيستم او feedback كنترول سيستم هي كلوز لوب كنترول سيستم هي نفس الفيدباك كنترول سيستم عندنا هنا what is missing in the open loop control system for more accurate and more adaptive control is a link or feedback from the output to the input of the system يعني بحكي لنا الناقص اللي هي إيش عندنا هاي شايفينها العلاقة بين الأوتبوت للإنبوت هاي بنسميها الفيدباك وهذا بكون عندنا مجس اللي هو سنسور to obtain more accurate control the controlled signal Y هاي الموجودة عندنا نحن هنا should be, feedback. should be feedback تغذية راجعة and compare with the reference input هاي compare with the reference وهذا عندنا هاي الانبوت وهذا الاوتبوت راجع ريفرنس وهذا الايرور الايرور نسبه الخطا ايش بدها تكون لازم تكون زيرو لانه زي ما حكينا نرجع لحكايه المكيف الهواء لو عندنا احنا بدنا درجه حراره الغرفه 20 بنحط هون 20 والكنترول طبعا بكون اون بيشتغل عندنا الاوتبوت 22 بيجي هون السنسور بيجي ببلغ طبعا السنسور هذا بكون طبعا ثرموستات بيجي بيحكي لهذا السيستم اه درجه الحراره 22 الكنترول بقول بخلي السيستم شغال لما توصل درجه الحراره 20 اه بيجي بقول له درجه الحراره 20 وقف اوف بوقف السيستم بطفي المكيف هذا اللي هو الفيدباك كنترول يعني مش محتاجين الشخص البني ادم يعني لو كانت هذا عندنا أو باللوب ما فيش هذا هو البني ادم بصير يشغل المكيف ويطفيه بس في الحاله هاي اوتوماتيك بصير السيستم تبعنا يعني كل ما درجه الحراره بتعلى بيشتغل المكيف لما درجه الحراره بتبرد بيوقف المكيف لحاله هذا اللي هو اللي هو الفيدباك سيستم او اللي هو الكلوز لوب سيستم اذا عندنا الاوبن لوب كنترول از بلايند تو to actual بوت بيحكي لنا الكنترول هذا الموجود عندنا هذا الموجود عندنا بلايند اعمى بشوف ايش في الاوت بوت هذا كنترول از بلايند تو actual output بوت هذا الكنترول ما بيعرف ايش بصير في الاوت بوت الكلوز لوب control takes account of actual output and compares this to the desired output يعني بيحكي لنا هون بيعرف المجرمت هذا اللي هو السنسور وبيعملنا ليش هنا للdesired output مقارنه زي ما حكينا 20 مكيف مكيف تيجي هذه اللي هي يعني 20 بيعمل معها مقارنه لازم تكون 20 عشان يصير السيستم تبعنا اللي بدنا اياه تمام بنيجي طبعا لانواع الـ feedback control system types of feedback control system feedback control system may be classified in a number of ways depending upon the purpose of the classification for instance according to the method of analysis and design control system are classified as linear or non-linear إحنا system control system سمي linear or non-linear طبعا في المساق تبعنا هنا هندرس بس linear ما لناش دعو بـ non-linear Linear control system إذا في عندنا Linear وفي عندنا Non Linear في Time Varying وفي Time Invariant هذا أخدناه في السيجنال وعرفنا ايش السيستم لو نحدد السيستم Linear أو Non Linear بالسوبر superposition. superposition Satisfied System Linear Superposition Does Not Satisfied System Non Linear في عندنا Time Varying وفي Time Invariant احنا عندنا هون حنتعامل مع السيستم Linear Time Invariant اللي هو l i وفي كونتينوس وفي ديسكريت المساق تبعنا حتعامل هون في Continuous المساق اللي بيجي بعد هذا اللي هو Digital كنترول حتاخذه اللي هو ديسكريت سيستم اذا هون السيستم حتعامل مع لينير تايم انفاريانت Continuous داتا اذا ترخيص الكنترول ما الكنترول سيستم كان بي كاركترايز باي ديس كومبوننت هاي الكومبوننت اللي تتعامل معها في المساق هذا هذا ما حكينا هذا الـ هاي هذا البلانت او السيستم هذا بسميه بلانت او سيستم بيكون فيه البروسيس والاكتويتر هذا هو البلانت بدنا نجيب له حنجيب له ماضل في السيستم في المسار تبعنا ونيجي نعمل له Analysis هذا الكنترول اللي هو ديزاين كنترولر طبعا عشان نعمل ديزاين احنا للكنترولر هذا لازم نكون فاهمين ايش في تبعنا بيطلع من هون إذا اول شيء بدنا نعمل ماضل للسيستم بعدين نعمل له Analysis وبعدين نيجي نعمل ديزاين للكنترولر هذا وهذا طبعا السنسور ايش بدنا السنسور طبعا حسب نوع السيستم الموجود عندنا بنختار انواع السنسور الموجود عندنا وهذا الريفرنس اللي هي الانبوت وهذه عندنا اللي هي الاوتبوت وطبعا هذا اللي هي الفيدباك هذا هاي طبعا اللي حتعامل معه في المساخ هذا نيجي للاكتويتنج او الاكتويتر هذا شايفين عندنا احنا هذه الاكتويترز موجوده عندنا هاي شيء هذا الاكتويترز انواع كثير هذا بيطلع لك هذا بيطلع لك وهذا هي عندنا هذا هذا الموتورز هذا مثلا اي سي موتور انا عندنا انواع من الدي سي موتور وفي عندنا انواع من اللي هو اندستري موتورز هذا كل انواع من من المواتير موجوده حسب السيستم بدنا موتور صغير بدنا موتور كبير بدنا اي سي بدنا دي سي وفي عندنا السنسورز طبعا زي ما قلت انواع كثير من السنسور حسب السيستم الموجود عندنا هذا كله انواع من السنسورز هذا انواع من السنسورز موجوده a device for measuring some aspect of the environment هذا السنسورز <فقومت> اكزامبل <Sims> بسيط عندنا هنا بحكي لنا لو اخذنا احنا اكزامبل اللي هي الواشنج ماشين غسالة الملابس الحين غسالة الملابس ايش بدها؟ عشان نيجي نعملها غسالة السيستم ريكوايرمنت عشان نفهم بقول لك انديرستاندينج اوف اول شيء بدنا نعرف اللود هل الغساله بدها تكون 5 كيلو ولا تمانية كيلو ولا عشرة كيلو عندنا يعني غسالات في البلد تبدا من خمسة كيلو لحديت عم منطقه 13 كيلو طبعا طبعا كل ما زادت اللود زي طبعا الحجم الموتر عشان يحركها هي of load سايز acceptable تو كيف تحط الملابس هل هي من فتحه من تحت او فتحه من الفوق البلومينج اللي هي السباكة تبعتها كيف بدها تكون السباكة ايزي يوز طبعا بدها تكون سهلة في الاستخدام نجي نصمم نعرف سهلة الاستخدام نقدر نحط الملابس نقدر نعمل الباتمز نبوش الباتمز اللي بدنا اياه ريلايبل واللو كوست اهم شيء دائما عندنا احنا في الديزاين اللو كوست بدها تكون الشغلة رخيصة لما نجي نصنع شغلة ونسوقها لو عملنا شغلة كويس وكانت غالية ما حد, حد بدنا اللو كوست هذا مهم هذه الفكرة طبعا بيجي احنا السيستم نرجع لها اللي هي السيستم ريكوايرمنت بدنا اياه اندرستاندنج دائما فلوت سايز للسيستم نفهمه ريسبتبل تو هولد كلوز بلومنج وايزي فيوز وريلايبل ولو كوست الاكتويترز ايش بدنا احنا الموتور الموجود عندنا الموتير اللي بحركها هل بدنا اياها تكون اي سي ولا دي سي يمكن بدنا اياها تكون دي سي باخذ كهرباء اقل او بدنا احنا اي سي موتور حسب الموجود عندنا وفي بدنا عندنا الواتر درين اللي هي ترمبه الميه ما في عندنا برضه واتر درين كيف المي بتنزل وانلت هذا ترمبه المي الموجوده عندنا هذه الاكتويترز بكون فيها موتور للحرك ال تحت الغسالة هذا اللي بنحط فيها الغسيل وفي موتور لل... اللي بسميه ترمبه المي هذا بيكون الاكتويترز موجودات عندنا السنسورز بدنا يكون سنسورز ايش في السنسور المجسات واتر ليفل لما تتعبى مثلا احنا لو بدنا احنا الملابس تكون نص وجبه نص وجبه ولا ثلث ولا رؤ ولا التلت. السنسور بتعبينها نص لحد نص المية لما توقف او للثلث حسب ايش بدنا اياه احنا هذا السنسور الواتر ليفل وفي اللود سبيد والبالانس سرعه بدنا اياها احنا تكون سريعه تخلص في نص ساعه تخلص ايش الوجبه الموجوده عندنا هل بدي اياها تخلص في خمس دقائق بدي تخلص في ساعه تخلص نص ساعه حسب لو وسخه كثير لو مش وسخه هاي طبعا من السنسورز الموجوده عندنا احنا هون الكنترول طبعا تشويس ديبيندز اون ذا ديزاين هذا الكنترول بيعتمد على الديزاين ايش هو الكنترولر اللي بدنا اياه نستخدم في الغساله هذا فكره عن الواشنج ماشين انذر اكزامبل هو سي دي بلاير هذا بطلنا نشوفه احنا زمان كنا نستخدم السي دي بلاير عشان نسمع فيه موسيقى ولا نسمع فيه اللي بدنا اياه هذا كان سي دي بلاير هاي السي دي بلاير از ان اكزامبل اوف كنترول سيستم ريكويرمنت اكيوريت بوزيشننج اوف ذا ليزر ريد هيد عشان نحط فيه السي دي بدنا يكون عندنا اللي هو في طريقه معينه precise control of media speed conversion of digital data to analog signal لانه عارفين هذا السي دي بكون هو ايش عباره عن ايش ديجيتال داتا متخزن على السي دي اللي هي ديجيتال واحنا بنسمعه ايش بنسمعه طبعا انالوج بدنا في شغل نحول من الديجيتال لانالوج عشان نقدر نسمعها هذا كله طبعا بدخل في الحسبان اللي هي الـ requirement وفي الهارد درايف برضه في الكمبيوتر هذا كله انواع من انواع طبعا الكنترول سيستم هي كمبيوتر ديسك درايف از انذر اكزامبل اوف ا روتري كنترول سيستم ايش ريكوايرز ايكو بوزيشننج للماغنت هيد بيسز كنترول ميديا سبيد اكستراكشن اوف ديجيتال داتا فروم ماجنتيك ميديا موجود عنه السيارات برضه السي... في بعض السيارات بيكون فيها 15 نوع من الكنترولرز بدنا كنترول للتحكم بالسرعه بدنا كنترول مثلا لل لدرجة الحرارة الموجودة في السيارة تشغل المكيف في كنترولر للفرامل في كنترولر تصف السيارة لحالها طبعا حسب الـ الاكسترا موجودة السيارة بزيد سعرها فها طبعا هي مودرن اوتوموبيلز ار كنترول باي ا نمبر اوف كمبيوتر كومبوننت موجودة عن هاي كنترول في اوتوموبيل سب في البريكس زي ما حكينا البريكس اللي هي الفرامل والسرعة الاكسلريشن الكروز كنترول تحكم بسرعة السيارة في الاي بي اس الانتي بريك سيستم في الكلايمت كنترول زي ما قلت على الكلايمت كنترول درجه الحراره الموجوده في الجي بي اس برضه ولازم تكون ريلايبل ولو كوست ايزي فيوز دائما جايب في شغله لازم تكون ريلايبل ولو كوست وايزي فيوز لما نجي نعمل ديزاين للكنترول تبعنا بنيجي لسؤال مهم احنا عنا هون بنلخص طبعا احنا زي ما حكينا قلنا شابتر 1 تقريبا مقدمه للكنترول سيستم الفكره من الكنترول بروبلم جنري ا كنترولر از ريكويرد تو فلتر ذا ايرور سيجنال ان اوردر ذات سيرتن كنترول كريتيريا اور سبيسيفيكيشن بي ساتيسفايد ذيس كريتيريا مي انفول بات نوت بي ليميتد تو شي الكريتيريا نيجي نطلع عليها بدنا احنا الكنترول تبعنا يعمل ديستربنس ريجكشن لو في عندنا ديستربس يتخلص منها ستات ستيت ايرور لو في عندنا ايرور تخلص من الإيرور ويخلي الإيرور أز سمول أز باسبل ترانزيت ريسبونس كاركترستيك وهي حنعرفها شي ترانزيت ريسبانس حناخدها شابتر أربعة شابتر 4 ترانزيت ريسبونس كاركترستيك. سنسيتيفيتي تو باراميتر تشينجز إن ذا بلان. لو البلان تبعنا بتغير سنسيتيف لبعض الباراميتر الكنترول لازم يتعامل معها. طبعا هذا بنسميه في الأدابتف كنترول. إذا الكنترول بروبلم solving and control problem generally involves ايش بنفولز عشان كنترول choosing sensor to measure the plant output بدنا نعرف نختار المجس المطلوب عشان يعمل لنا مجمه للبلانت اوتبوت دائما هذه مهمه اختيار السنسور choosing actuators to drive the plant بدنا نختار الموتور الصحيح عشان يعطينا يحرك البلانت تبعنا او السيستم تبعنا بدنا اي سي او دي سي او بدنا 20 واط او 50 واط بدنا نحسبها طبعا Developing the plant, actuator and sensor equation. هاي المهم هاي تيجي عنا احنا شايفين هذا الثلاثة هذا اللي حناخذه في المصافي اللي هي developing the plant, actuator and sensor equations يعني بدنا نجيب modeling يعني بدنا نجيب mathematical model للسيستم تبعنا. إذا في الشابتر الجاي الشابتر اثنين بدنا ناخذ عندنا بكل plan بدنا نجيب mathematical models السيستم تبعنا عشان نجي نقدر نعمل له analysis عشان نعرف ايش نختار اي سنسورز واي كنترول موجود عندنا. designing ذا كنترولر بعد ما جبنا لهذا له هذا الماضي اللي نعمل له له نيجي نعمل ديزاين للكنترولر بنصمم الكنترولر. evaluating the design analytically هذا بعد ما عمل ديزاين اناليتيك باي simulation يعني اول شيء بعد ما عملنا اللي هو جبنا الماثيماتيكال موديل لل والاكتويتر والسنسورز عملنا ديزاينر كنترولر برضه ماثماتيكلي هون بالكم مش يعني احنا وجربنا على السيستم لا كله بنعمل عنا ماث بعد ما خلصنا من هذا كله بقول لك ايفالويتنج ذا ديزاين اناليتيكلي باي سيميليشن بدنا ناخذ هذا ونعمل سيميليشن باستخدام اللي هي سوفت وير اسمها عندنا مات لاب او لاب فيو في عنا نحن في المساء في المختبر اللي هو اللاب حتاخذوا الاثنين حتاخذوا المات لاب تعملوا له تشوف كم سيميليشن وحنستخدم برضه ايش كمان لاب فيو عشان نيجي نعمل سيميليشن للسيستم تبعنا هذا والكنترولر، and finally by testing the physical system. لو طلع معنا كل شيء تمام، بنروح للphysical system تبعنا ونعمل له تيست وبنركب الكنترولر على السيستم، ونعمل له اللي هو التيست وكل شيء تمام. If the physical test، بحكي لنا لو physical test هذا are unsatisfactory كان ما طلعش الشغلات اللي بدنا اياها، iterating these steps بنرجع مره ثانيه بنعيد الستيبس الموجوده عندنا هنا اذا الخطوات هذه بنعملها بعدين بنجربها على الفيزيكال سيستم كل شيء طلع معنا الحمد لله وكويس وعاده 90% ما في شيء بيطلع من اول مره بيطلع في عندنا خلل ومن الخلل هذا بنعرف وين احنا المشكله بيطلع خلل بسيط بنروح بنغير مثلا في السنسورز او بنغير في الاكتويترز او بنغير في في شغلات في الكنترولر تبعنا حاجات بسيطه في الكنترولر بنيجي بعدين بعدين تيست مره ثانيه طلع معنا الريزلت بدنا اياها خلص وقفنا ما طلعش الريزلت بدنا اياها بنرجع بنعمل ايتريتنج الخطوات هاي اذا الفكره تبعتنا كلها احنا عندنا هاي الكنترول بروبلم هاي عندنا الفيزيكال سيستمز الفيزيكال سيستم ايش بنسوي فيه بنجيب له mathematical model هيو عندنا هون Physical system جبنا الماث جبنا الماثماتيكال model موجود عندنا احنا هون بعد ما جبنا الماثماتيكال model بنجيب mathematical solution لل بروبلمز problems الموجودة اللي هي بنعمل controllers هذا اللي هو المودل تبع السيستم عملنا design للكنترولر وعملنا simulation طلع تمام كلها نيجي بنعمل له تيست now وين للphysical system باللخص لو ما طلعش اللي بدنا اياه هون نرجع مره ثانيه نعمل اللي هو الماثماتيكال سوليوشن الماثماتيكال بروبلمز هي هي البروبلم فورميليشن هذه السوليوشن ترانزليشن يعني من هنا عملناها وبعدين بنرجع لها هذه الفكره طبعا بتلخص لنا المساق اللي حندرسه احنا في الماده هاي ان شاء الله طبعا هنا اللي هي على السريع اللي هي مودرن فيزيكال سيستم اوفر فيو على السريع طبعا هنا Mathematical model is used to represent the input-output signal relation of a physical system هذه عنا إذا input عنا موجود signals هاي طلع عنا ال output هذا physical system عملنا له modeling هي المodel جبنا له mathematical model هاي transfer transfer function obtained via physical laws من الlaws laws هنخدها في شبتر 2 هنطلع لل system transfer function ونجي نعمل ليها analysis a model is used for analysis. إذا الموديل هذا الماثماتيكال Mathematical Model نجي نستخدمه Analysis وبعدين بعد Analysis Design and Simulation Validation of Control System. أنا في هذه ال هي ريماركس هذه مهمة. بحكي لنا Modeling is most important and difficult task in Control System Design. إذا أصعب مهمة عندنا إحنا إيش؟ نجيب Mathematical Model لفيزيكال سيستم لانه مش بسيط احنا عندنا الفيزيكال سيستم نحوله من من الفيزيكال وورد للماثيماتيكال وورد هذا اصعب شيء تقريبا 80% من البروبلم بنسميها اللي هي المودلينج اذا المودلينج از ذا موست امبورتنت اند ديفيكالت تاسك اون كنترول سيستم ديزاين نو ماثيماتيكال موديل اكزاكتلي ريبريزنت ذا فيزيكال سيستم ما في عندنا ماثيماتيكال موديل بيعطينا 100% للفيزيكال سيستم اذا الماثيماتيكال موديل هي does not equal the physical system. Mathematical model almost طبعا إيش هذه يعني إحنا almost physical system. طبعا بعطينا result بدنا إياها بناخدها وبنمشي فيها. زي ما كنا بنعمل في الدوائر. إيش كنا بنعمل في الدوائر؟ كان عندنا في دوائر في عندنا سيركت صح؟ سيستماتيك عندنا السيركت إيش فيها؟ فيها مثلا فولتج سورس، فيها ريزيسترز، فيها اندكترز، فيها capacitors بدنا نجيب مثلا الـ بقول لو في عندنا فولت معين لل في السورس وبدنا مثلا 10 فولت ودنا نجيب مثلا الفولت على الاندكترز ايش كنا بنعمل كنا بنجيب ماثيماتيكال موديل للسيركت وبنحله كانت تعطينا ريزلت كنا بنروح على المختبر بعطينا تقريبا الريزلت نفسها اللي تكون حسبناها هذه الفكره من هنا من الماثيكال موديل يعني الماثيكال موديل تقريبا بعطينا اللي هو اولموست الفيزيكال سيستم اذا دو نوت كونفيوز هاي دو نوت كونفيوز موديل with سيستم الفيزيكال سيستم بيختلف عن الماضي الماضي بيكون ماثيماتيكال فيزيكال فيزيكال يعني موجود عندنا يعني على الطبيعه In this course, في المادة هذا أو في المساق we may use the term system or plan to mean a mathematical model. إذا عندنا في المادة أو في المساق هذا بحكي لنا أو لما نشوفه في الكتاب لما يقول لك system أو planet بقصدوا إيش؟ قصدوا mathematical model هي. To mean a mathematical model. طبعا بنوقف لهون احنا ان شاء الله وهذا طبعا زي ما قلنا ملخص على السريع لشابتر واحد بنوقف لهون إن شاء الله وبنكمل المحاضرة الجاية في شابتر 2 بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته